جهويه اليوم اللي دعا لها التنسيق النقابي في قطاع الصحه. هذه وقفه جهويه تجي في هذا الاطار هذا من بعد واحد الاضراب ديال 72 ديال 48 ساعه في اليومين السابقين، متوجه بهذه الوقفه هذه الجهويه تجي في اطار يعني قلنا كما قلت يعني المسلسل النضالي اللي كتخوضوا النقابات الصحيه بثمانيه، من اجل اولا قبل كل شيء تنزيل يعني الاتفاقات السابقه مع وزاره الصحه والحكومه. كما كيعرف الجميع وكما صرح بذلك وزير الصحه داخل قبه البرلمان، يعني الحوار القطاعي امتد لازيد من سنه ونصف او سنتين، يعني ازيد من 50 لقاء مع الشركاء الاجتماعيين اللي توج يعني في 29 ديسمبر 2023 وبواحد الاتفاق عام، وب 26 جونفي 2024 بواحد المحضر اجتماع يعني موقع، يعني توج وصلنا لشي حوايج يعني كما تيقولون بعد هذا الجهد يعني الجهيد في الحوار والتفاوض وصلنا لشي حوايج، الا انه من رفعنا النقاط الخلافيه ورفع يعني رفعناها لرئاسه الحكومه لم يتم التجاوب معها يعني لازيد من 3 أشهر دابا الان تقريبا، وكنتفاجئوا يعني التسريبات والمعطيات التي لم نتاكد منها طبعا، يعني اننا استثنينا كقطاع الصحه من الزياده العامه في الاجور في الحوار المركزي. بالتالي هذه الحوارات القطاعيه حنا كنطرحوا التساؤل، ما جدوى هذا الحوار القطاعي اللي غادي نبذلوا فيه الجهد، يعني لا الجهد يعني الزمني ولا الجهد يعني النفسي والبدني، يعني باش نوصلوا للاتفاقات وما تنفذش. دونك حنا بالنسبه لينا لقينا راسنا مضطرين اننا نوحدوا الجهود ديالنا كنقابات، وكذلك اننا نرفعوا من وتيره الاحتجاج يعني من الاضرابات ووقفات احتجاجيه يعني جهويه واقليميه للاشاره. هذه الوقفه هذه الجهويه هناك وقفات اقليميه وجهويه ايضا على صعيد التراب الوطني موحده في الزمان يعني اليوم ومتفرقه في المكان. بالتالي هذه المطالب ديالنا يعني اللي وصلنا لها في المخرجات ديال الاتفاقات، هي يعني من بين النقط الاساسيه ولا المطالب الاساسيه هي الحفاظ على صفه موظف عمومي بالنسبه للموظفين ديال قطاع الصحه، والزياده العامه في الاجور، وكذلك الانصاف تعويض على الاخطاء المهنيه لبعض الفئات. وهناك نقاط اخرى يعني اللي تضمنات في النقاط الخلافيه للمحاضر اللي تتسنى الرد ديال رئاسه الحكومه، اللي احنا لحد الان يعني تنعتبروا نفسنا خارج يعني يعني استنتاج خارج الاتفاق المركزي مع النقابات، وكذلك كنعتبروا راسنا اولا ولينا خايفين على راسنا اننا نوليو خارج الوظيفه العموميه. كما تعرف الجميع ان قطاع الصحه تعرف واحد الثوره على مستوى ان التشريعات والقوانين وكذا، يعني ولا عندنا تخوف يعني مزمن من اننا يعني نفقدوا صفات موظف عمومي، ويعني وبالتالي نفقدوا حتى ذاك الخصوصيه ديال قطاع الصحه. الخصوصيه ديال قطاع الصحه تتجلى في انها واحد القطاع اللي كيخدم 24 ساعه على 24 ساعه، اللي كيخدم في العطل يعني والايام يعني اللي جو فيري. بالتالي حنا هذيك الخصوصيه بغيناها تكون يعني بشكل ايجابي، تعود بشكل ايجابي على الموظفين قطاع الصحه وليس بشكل سلبي. بالنسبه لنا هذا سياق عام، سياق ديال الاحتقان، سياق ديال الاحتجاج اللي فرضته كما قلت لك الظروف العامه من ارتفاع الاسعار من يعني الاحتقان الاجتماعي، وفرضته بالنسبه لنا في قطاع الصحه هو هاد الريفورم ديال قطاع الصحه بشكل عام، اللي جانا بقوانين جديده، اللي واحد القانون مثلا اللي كي 0822 و0922 اللي تم الحاقنا بالمجموعات الترابيه الصحيه. بالتالي حنا كنطالبوا بالحفاظ على صفه موظف عمومي من خلال يعني هاد يعني من خلال تعديل هاد القوانين هذه.